في حدا هون؟ في حدا هون؟ حدا يرد علي. بناسبك أنا؟ عم بتفتشي البيت؟ عرفت من أخي إنه نازلة عندك. صحيح. اليوم تعرفت على خطيبك. يعني شفته. نازلي مجروحة. والله هيك. يمكن وجعتها شوي وانا عم بحاول هديها اليوم الصبح. شو يعني انت اللي جرحتها؟ وطي صوتك. بعد اهدي، لا تعملي هيك. اسمعي، من هلأ ورايح رح نصير نلتقي كتير، عالقليلة فيك تكوني ألطف من هيك، مزبوط؟ أنا مستحيل أذي حدا، وبحب ذكرك إنه أنا اللي أنقذت حياتك اليوم الصباح. لوين؟ عالبيت. بس فهميني، هاي العصبية وراثة عندكم بعيلة كورلو داغ ولا لأنك حبيتيني من أول نظرة؟ نزلي إيدك وهدي. بعد. والله مو حلوة بحقي. اسمعي، أنا بفضل نتفق بالحكي أكتر من الضرب. ممكن نتخانق بس نمد إيدينا. ما حذرتي. خلص بعد عني وبعد عن عيلتي. وبتقدري تتحملي غيابي؟ متكبر وإنسان مغرور، وأنا بكره كل يلي شايفين حاله. بس الكره شعور عميق كتير، ونحن اليوم التقينا أول مرة. أنا بكل حياتي ما شفت ولا زلمة مثلك. مظبوط هالوصف. أكيد بكل حياتك ما شفتي زلمة حقيقي مثلي. شو مغرور؟ أوب 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 أوب. أنت منيحة؟ صار لك شي؟ لا تلمسني، بعد عني. رح رجع لك نازلي بعد سنة، لا تخافي. بانوي. أنت رح تبعد عني لأنك لساتك ما بتعرف أبي لهلا. نلتقى.